الخطوه الخامسه تخص الليدرشيب. الليدرشيب الحقيقه سيكشن مهم جدا في العمليه بتاعه الكاتاليست، ويمكن هتفاجأ فيه ان انت لما اتكلم حضرتك على يعني ايه مفهوم القياده وشكله والفرق. طبعا لما نتكلم على الليدرشيب يجي السؤال الاساسي ليدر ولا مانجر، تمام؟ يعني السؤال الاساسي اللي بيجي في ذهن الناس، وكتير من الناس عامله التفرقه ما بينهم، ان زي ما انت شفت كده الليدر لو ده الورك وده الحجم اللود بتاع الورك بينزل يعني يساعد ويبقى اول واحد موجود هنا قدام الفريق كرول موديل، بينما المانجر بيقف من بره بيسأل الناس ان هم تو دو ذا ورك يعني بشكل او باخر، لكن ما بيقدمش اي نوع من المساعده في الشكل هنا. ده طبعا الاكستريم بتاع الشكل بتاع المانجر او الليدر. يعني الحقيقه انا عايز اقول النقطه هنا دي مهمه جدا، الموضوع مش كده قوي بمنتهى الامانه، يعني بعد خبره في المجال ده، لان شفت الاثنين موديل. الحقيقه انت عشان تبقى ليدر كويس لازم تكون مانجر كويس، يعني الموضوع ده مش يمين وشمال، لا هو الـ 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 على سبيكترم معين، يعني مش رايت هاند سايد وليفت هاند سايد، لا هو انك في مرحله انك انت تفهم هاو تو مانج بيبل وبعدين هاو تو ليد بيبل، كويس؟ فمرحله المانجنج البيبل ليها علاقه بالحته التنظيميه، يعني في فريم ورك دايما بيشمل حته المانجمنت بتاعت التيم، الناس هتعمل ايه وازاي وامتى، كويس كده؟ وحته الليدر شيب بقى هو علاقتك حضرتك بيهم كمانجر على المستوى الانساني اخبارها ايه؟ لان على فكره الناس بتفقد الجزء بتاع التواصل معاهم على الحته بتاعت الليدر شيب على فترات متباعده من خلال علاقتهم بالناس. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا مانجر مسؤول عن تيم معين، التيم ده سي ان هو عنده اهداف 5 6 اهداف المفروض يأديهم. ممكن في نهايه المطاف هيأدي التيم الشغل دوت لو انا بعمل له يعني فيري سمبل ستريت فورورد مانجمنت، الادوار محددها مين بيعمل ايه وامتى، الموضوع خلاص معروف وبنتابع الموضوع كل فتره وخلاص، ده الشكل التقليدي بتاع المانجر. لكن الليدر هو هدفه ان هو من خلال علاقته الكويسه مع الناس وتعامله معاهم المميز بيخلي الناس دي تتنقل من انتو ميت الاكسبكتيشن تو اكسيد اكسبكتيشن. فرق كبير جدا ان الناس دي تعمل بدل 3 اهداف تعمل 6، وبدل ما تعمل الثلاثه دول في رينج مثلا 7 على 10 تعملهم في رينج 12 على 10، يعني تو اكسيد الاكسبكتيشن بتاعه المانجمنت. وده جاي للليدرشيب، عشان كده بقول لك دور الليدرشيب في تغيير الكالتشر بتاعه المؤسسه، بينما المانجر هي جاست مانج التيم تو اتشيف الجول. يبقى جاست اتشيفنج الجول هو ده هدف المانجر، لكن اكسيدنج الجول وتغيير الكالتشر وامبروف الكالتشر ده الهدف بتاع الليدر. اتمنى بس اكون قدرت اوصل لكم الفكره دي بشكل بسيط. طيب من ضمن الكتب الرائعه في المجال ده انا انصحك بيها انك تشوفها روبن شارما كان اتكلم على الموضوع ده في يعني ذا ليدر هو هاد نو تايتل، او يعني ليدنج وذاوت ا تايتل ككونسبت، من ضمن يعني من اروع الحاجات اللي كتبت في المجال ده، انصحك ان انت تشوفه. ولكن اختصاره يعني انا حطيته في ناتشيل كده بسيط، ان انت يعني احساسك بالمسؤوليه كليدر بتنبع حتى لو انت فرد في الفريق، يعني لو انت موجود في الفريق وبتعمل دورك ده احساسك انت بالليدرشيب واتجاه الفريق ده، ان انت محتاج يعني زي ما انت شفت كده الليدر اللي موجود هنا ده هو سلسله من الموضوع. يعني كان من الامثله برضو اللي بيضربوها حته الليدرشيب دي في احد السنين في السباق سنه اعتقد 89 او 84، الفريق الفرنسي هزم الفريق الامريكي في 400 متر جري، اللي هي طبعا فريق يعني اللي هي بيسلم الاستيك والرانا اللي بعديه بيجري وهكذا. فبدأ الامريكان طبعا لما اتغلبوا بدأوا يشوفوا ايه الاخبار ويبحثوا في الموضوع، فجابوا الفيديو بتاع ال 400 متر الفريق الفرنسي وقارنوه ب 400 متر الفريق الامريكي عشان يعرفوا الفروق فين، لان الانديفيدوال الافراد اللي موجودين في الفريق الامريكي ارقامهم الفرديه افضل من الارقام الفرديه بتاعه الفريق الفرنسي، ورغم ذلك الفريق الفرنسي غلبهم، فكان لازم يفهموا ايه السبب. فبداوا يحللوا الموضوع، لقوا حاجه ظريفه قوي، لقوا ان العدائين الامريكيين كانوا بيجروا ال 100 متر بتاعتهم بشكل كويس، ولكن جم في اخر فتره هم بيسلموا الاستيك لزميلهم عشان يجري ما تسلمتش الاستيك عند اعلى سرعه ممكنه، وبالتالي لما شافوا الفريق الفرنسي لقوا الفريق الفرنسي احرص من الفريق الامريكي ان يسلم الاستيك بتاعته للرانر اللي جاي بعديه. يبقى كان هدفه ان هو الفريق يفوز، مش ان هو يعمل ال 100 متر بتاعته بشكل كويس وخلاص. دي نقطه مهمه قوي، فده الفرق ما بين ان انت تشتغل في التيم كليدر او تشتغل في التيم كمجرد بس انديفيدوال بتعمل شغلك من A to B وماليش دعوه بعد كده بيحصل ايه. هي دي فكره الليدرشيب والمسؤوليه. طيب
واي بقى انت محتاج تفهم الحته دي زي ما احنا قلنا كده، السكسس كونكتد للليدرشيب اندرستاندنج. المثال اللي انا قلته لحضراتكم بتاع العدائين، الفريق الامريكي والفرنسي، لو كل واحد في الفريق فاهم ان هو هدفه انه يوصل الستيك للي بعديه عند اعلى سرعه ممكنه، وان كل ده هدفه في الاخر يوصل الفريق انه يبقى وينر تيم، وهو لا يقبل اقل من ان هو يكون في وينر تيم، يبقى كان ده اساس لنجاح الليدرشيب وفهم الليدرشيب بشكل كويس قوي. فالنجاح كونكتد للليدرشيب اندرستاندنج، وفهم الناس للرؤيه اللي موجوده واشراكهم في اتخاذ القرار. دي نقطه مهمه قوي. طيب ازاي تطور بقى الحته ديت؟ الليدرشيب سكيلز بتاخدها على يعني زي ما احنا شفنا كده الترانجلر الرهيب اللي اتكلمنا عليه في الجزء الاولاني بتاع الاكريديشن. انت محتاج تفهم الكونسبت ده من خلال كورسات وبعض الماتيريال اللي بتقدم اساسيات الموضوع، لكن لازم تعمل براكتس. يعني مفيش حد هيديك شهاده تقعد اسبوع وتطلع تبقى ليدر، او تاخد 6 شهور مثلا برنامج ليدرشيب وتطلع تبقى ليدر. لا، انت عندك اساسيات الليدرشيب، ما بقتش ليدر لسه. عشان بس ما يعني الحته دي من ضمن المغالطات، بعض الناس بتاخد برامج الليدرشيب دي فاكره انها خرجت منها بقت ليدر. لا، انت لسه مشروع ليدر، لازم تطبق وتادجست الكلام دوت على شخصيتك، وتلاقي الفورمولا بتاعتك انت في الليدرشيب اللي من خلالها تقدر تتواصل مع الناس. تمام؟ ففكره البراكتس والتريننج دي مهمه قوي. محتاج تاخد فيدباك من الناس اللي حواليك عشان يحصل لك امبروفمنت. محتاج تبقى رول موديل، وتبقى قدامك رول موديل تتعلم منه عشان يبقى عندك انسبيريشن. ممكن برضو تاخد المنتور ادفايس في الحته ديت، وتاخد منه بعض الفيدباك على بعض الدفوهات اللي عندك في فكره ومفهومك للليدرشيب. دي نقطه مهمه جدا. طيب ايه الاكشن بلان بتاعنا في السكشن ده؟ ان انت محتاج تعمل سيرش على الليدرشيب كورسز والماتيريال الموجوده اونلاين. ممكن حاجات زي يعني بعض الشخصيات اللي انا شايفهم الحقيقه انا شخصيا بتاثر بيهم جدا، سايمون سينيك في التيك توك الشهير بتاعه ستارت وذ واي، ولي توك تاني في ايفنت تاني كان 99. ده مهم قوي ان انت تشوفه، وهو راجل حقيقه يعني ثوت ليدر، من الناس اللي ممكن يفهموك قوي فكره الليدرشيب بشكل كويس قوي. ديسكاس مع المنتور ادفايس ريجاردنج الميسنج بارتس في مفهومك انت الليدرشيب. اعمل بلان للامبلمنتيشن خلال 3 شهور. دي نقطه مهمه قوي، مش شرط بس استنى تبقى يعني تيم ليدر عشان تبقى تتعلم الليدرشيب. خد الفيدباك من الناس اللي حواليك الامبروفمنت. اكتب الريزلت ديت في الكاتاليست ماب او الشيت اللي احنا اتفقنا ان انت تعمله عشان تطور ادائك في المسار دوت. ولو انت لسه ما اتخرجتش برضو انصحك ان انت تقرا في المجال ده، عشان لما بتاخد الجانب النظري وترجع بقى يعني تطبيق الليدرشيب بيبدا حتى وانت في العيله عندك، وانت في لسه ما اتخرجتش، وانت بتعمل مشروع التخرج، وانت بتعمل اي انيشيتيف مع زمايلك، اي ايفنت بيبان فيه فكره الليدرشيب والتطبيق بتاعها. واعتقد انت قابلت ناس اتعاملت معهم وكانت نفسك تتعامل معهم تاني بعد ما كنت تحت قيادتهم، وقابلت ناس يعني كان نفسك ما تشوفهمش تاني بعد ما انت خلصت شغلك معهم. شوف الفرق بين الاثنين، هتفهم ايه معنى فكرة الليدرشيب واهميتها في ان انت فعلا يكون معاك تيم مسؤول عنه، مش بس ان هو يقدم النتائج المطلوبة منه في الشغل، لكن كمان عشان يرجع بيته ويكون سعيد ويعيش حياة سوية من غير ما يكون فيها تأثيرات نفسية كبيرة جدا، لان الموضوع ده بيأثر جدا على نفسيات الناس اللي بيشتغلوا معك. اتمنى تكون الفقرة دي مفيدة جدا لحضراتكم، ونكمل مع بعض الرحلة بتاعتنا بتاعت الكاتلس ان شاء الله.